ايه الحكايه؟ يعني كرم عجبته القعده مع الراجل ده قوي. بعدين يا محمود ما تقلقش بقى، خلي كل شيء يمشي مظبوط. بصراحه الشيف انا مش مطمن، انا قلقان. بعدين يا محمود بطل قلق، مش عاوزين نروح في داهيه يا اخي. هنداوي بيه اعزمكم بكره على العشاء. عشاء يا كرم؟ بس خلاص انا شخصيا مريح له وعمانه. واضح انه حبك قوي. وحبكم انتوا كمان، ده بيحبكم قوي. وبعدين ايه عمانه ده راجل ابن بلد وجدع وفهيم ومعرفه من زمان، كنا بنقلب مع بعض في السوق، يعني هينفعنا قوي قوي. يلا بينا بقى، والناس كلها لسه قاعده كده بالمحل ما يشطب عشان يشوفونا واحنا خارجين. يلا ايه هتعمل ايه؟ هتحاسب ايه؟ ما خلاص هنداوي بيه. ايوه بس لا لا مفيش بس، هنداوي بيه عزم خلاص. عيبه. يلا حبيبي يلا. بدري يا بهوات، ايه الحكايه؟ انتوا لسه قعدتوا ولا وراكوا سهره تاني؟ نشوفكوا بكره بقى. الله، طب والليله؟ الليله احنا عاوزين ننام بدري. معقوله انتوا تناموا بدري؟ هو اصل لمؤاخذه العمليه يعني مش مساله نوم بدري، ده هو بيهرج، ده احنا معزومين في فرح النهارده. فرح مين فيكم؟ بنت اخت محمود، اخته الصغيره بنتها هتتخطب النهارده. مش برضه النهارده فرح بنت اختك يا حنف؟ مبروك، عقبالك يا محمود. متشكرين متشكرين قوي قوي. يلا ايش طبيعي، تصبح على خير. مع السلامة. ايه رايك في السهره يا نعام؟ هايله ما حصلتش. عجبتك جدا؟ خلاص يبقى كل يوم من ده. معقوله؟ ليه مش معقوله؟ طب وشغله؟ ما احنا بشتغل كل يوم، طول عمري بشتغل كل يوم، بس مش طول عمري بقضي وقت لطيف زي ده. عارفه نعام المثل اللي بيقول ساعه الحظ ما بتعوضش؟ انا ضيعت ساعات حظ كتير ما كانش لازم اضيعها، كنت باجلها لحد ما فاتت الايام والسنين، ولما فوقت لقيت ان فاتني حاجات كتير. يبقى بقى مش من حقي ان اعوض اللي فات. كرم انا مش سامع اي صوت، واضح ان كلهم مشوا ومفيش حد دلوقتي. طيب ما هو ده المطلوب. هنعمل ايه دلوقتي يا كرم؟ هنخش اوضه المدير، الراجل بيشيل الفلوس فيها. طب هتفتحها ازاي يا اخي؟ دي شغلتي، سيبوني انا اتصرف بقى. الله، لازم نجيب الفلوس باي شكل. كرم بصراحه انا مش مطمن. وبعدين بقى ما تحطش تراش، ما تطلعش كده كرم. وبعدين يا كرم وطوا صوتكم ارجوكم. في حاجة هتحصل هنروح كلنا في داهية، مش عايز غلطات. تعالوا ورايا. شريف خليك انت هنا، رايح الجو بعد اللي حصل. تعال انت يا مرعوش ورايا. تعالوا ايه في ايه؟ تعالى ايه
ايه اللي قلته؟ انت متاكد من الكلام ده؟ ايوه يا كرم، بقول لك متاكد انه مقتول. وطي صوتك. ايه يا شريف، انت مش شفت معايا؟ مش شفت مرمي على الارض مقتول تاني؟ اسكت اخلص. بعدين بقى اسمع انت، هو احنا عايزين نسكت خالص كأننا ما شفناش حاجه، والا هيتهمونا ان احنا اللي قتلناه. احنا طبعا واحد قتيل ومحدش شافه غيرنا، ممكن نتورط ونلبس الجريمة. شش محمود ارجوك اوعى تتكلم. اتكلم؟ اتكلم ايه يا شريف؟ اتكلم ايه؟ دي مصيبه كبيره. نعمل حادثه بالعربيه ولما نروح نسرق نلاقي واحد مقتول. وبعدين بقى انت هتفضل تعدد؟ مش عايزين نلفت الانظار. اسمعوا، عايزين نهدي المساله خالص لغايه الجو ما يروق ويهدى، بعدين بكره كل شيء هيبان. مساء الخير، انتوا لسه ما نمتوش؟ مستنيينك يا ابني. ليه يا ماما، في حاجه؟ قلقانين عليك يا ابني. يا بابا ما انا قلت لكم ما تقلقوش. ازاي ما نقلقش وتاخيرك طول الليل زاد عن حده؟ حد يقعد بره البيت لسه عادي يا محمود؟ معلش يا بابا، اصلنا اتاخرنا شويه في المذاكره. تصبحوا على خير. استنى يا محمود، في ايه؟ مالك؟ مفيش حاجه يا بابا. مفيش. مفيش ازاي؟ ده انت شكلك متغير ولا لك مخطوف. ايه اللي حصل يا محمود؟ ما حصلش حاجه يا ماما، ما حصلش حاجه. انت مرتبك كده ليه يا محمود؟ ما تقول لنا في ايه يا ابني. ما تخبيش علينا يا حبيبي، احنا برضو خايفين عليك. سيبيه براحته يا سيده ما دام مش عاوز يتكلم. بس عايز انبهك يا محمود، من هنا ورايح السهر الكتير بره البيت ملوش اي لازمه، وكتر اختلاطك باصحابك وزمايلك بالشكل ده مش كويس، واظن انت عارف المشاكل اللي ممكن بتحصل من الشباب. احنا مش عايزين اي مشاكل يا محمود، واذا تكرر سهرك بره البيت بالطريقه دي يبقى تقعد تذاكر في البيت احسن لك. احنا مش حمل اي مشاكل يا ابني، اعمل معروف. ربنا ما يجيب حاجه وحشه، محمود طول عمره عاقل وكويس مش زي الشبان التانيين ابدا. بس لازم انبهه يا سيده، واكرر التنبيه علشان ما ينساش. انا مش عايزه يختلط بحد يجره معاه في طريق يخليه يندم او ياثر على مستقبله. احنا ناس طول عمرنا في حالنا يا سيده. محمود مالك يا ابني؟ في حاجه مضايقاك؟ لا ابدا يا ماما مفيش. لا ازاي؟ هو انا مش عارفاك لما تكون متغير؟ هتخبي عليا يا محمود؟ اجيب لك تتعشى؟ لا يا ماما انا اتعشيت. طب تحب اعمل لك شاي؟ لا يا ماما متشكر انا هنام. طب ما دام هتنام اعمل لك بقى كوبايه ليمونات تروق دمك قبل ما تنام. يا ماما مش عايز حاجه، مش عايز حاجه كده. طيب يا ابني تصبح على خير. وانت من اهله يا ماما. ابقى اتغطى قبل ما تنام، ما تنامش من غير غطا، وما تسيبش الشباك مفتوح طول الليل احسن الطل بتاع الفجر وحش عليك. حاضر يا ماما. قالك ماله؟ ما قالش حاجه. بس مالكش حق تشخط فيه كده يا اسماعيل، تلاقيه جاي تعبان من المذاكره وعايز يرتاح، تقوم تزعق له في نصاص الليالي وتنيمه زعلان. لا يا اسماعيل لا. انا ما قصدتش ازعله يا سيده، بس السن له حكمه، ومش غلط لما الواحد يخاف على ابنه ويحذره لحد ما يوصله لبر الامان، ولما يتخرج ويوصل لهدفه يبقى هو مسؤول عن نفسه. انما طول ما هو معانا نبقى مسؤولين عنه يا سيده، عشان كده مش عيب لما نقرصه من ودانه عند اللزوم ونقول له حاسب خلي بالك. الكلام ده لو كان غلط يا اسماعيل فيها ايه لما جه متاخر شويه؟ هو يعني كان بيلعب مش كان بيذاكر مع صاحبه؟ عملت ايه يا بيه؟ في ايه يا عم سند؟ في العربية. يوه يا عم سند، وبعدين معاك بقى؟ ده زهران بيتكلم في التليفون يا بيه. اتكلم؟ قالك ايه؟ سأل على العربية؟ سألني عن كل حاجة يا بيه. وانت قلت له ايه؟ هقول له ايه؟ قلت له يطمن. طب ما قالكش هيجي امتى؟ ما قالش يا بيه، قال يومين تلاتة، بس انا خايف لا يطب فجأة. اتفضل يا بيه، 200 جنيه اهم، دول كل اللي قدرت اجمعهم. يعلم ربنا انا دوخت السبع دوخات ازاي على ما جمعتهم. 200 جنيه؟ لا يا عم سند خليهم معاك.
خدهم يا بيه، خليهم معاك. لا يا عم سند مش هاخدهم لحد ما ربنا يفرجها يا بيه. يا عم سند ما ينفعوش، قلت لك ال 200 جنيه دول. ايوه بس يا بيه حضرتك يعني. اسمع يا عم سند، انا مش عاوز اتكلم في الموضوع ده تاني، مفهوم؟ بقول لك ايه، بكره الصبح تصحيني من بدري وفي ايدك 3 جرايد، مفهوم؟ حاضر. هنيا يا نين، ربنا يهنيك يا بنتي. كتر خيرك يا زينب. مش تشد حيلك امال، شد على الله يا بنتي. مش عارفه انا ليه هبطانه وقلبي مقبوض. علشان ما بتاكليش. ما هو طول ما انت ما بتاكليش هتحسي انك هبطانه بالشكل ده. والله ماليه نفسي يا بنتي. ليه يا نين؟ هو انا بسد نفسك؟ ده انت الخير والبركة يا زينب. لو تعرفي انا طول عمري بدعيلك قد ايه، طول عمري بدعيلك انت وكرم ابني، بدعيلكوا انتوا الاثنين. محروس محروس ولا محروس؟ صباح الخير يا كرم بيه. عندها لك ساعة؟ انزل هات لي جراد بسرعة. أنا جورنان فيك؟ التلاتة كلهم بس بسرعة يلا. طب مش هتفطر قبل ما أجيب لك الجراد؟ بعدين بس هات الجراد الأول يلا. حاضر. صباح الخير يا بيه، جرايد. في حاجة في الجرايد يا بيه؟ حاجة إيه يا عم سند؟ بلاش أقرأ جرايد؟ اتفضل انت دلوقتي خد الباب وراك. حاضر. خصماك وما كنتش عايز اكلمك. ليه؟ ما انتش عارف ليه؟ هتخبي على امك يا محمود؟ اخبي ايه يا ماما؟ اسال نفسك، شوف كنت راجع بالليل عامل ايه؟ ده انت ولا اللي كنت عامل عامله؟ عملت ايه يا ماما؟ انا كنت تعبان بس شويه من المذاكره. صحيح يا محمود؟ يعني ما كانش في حاجه كده ولا كده؟ ما فيش حاجه كانت مضايقاك يا ابني؟ لا يا ماما لا. الحمد لله، ده انا طول الليل وانا قلقانه عليك انا وابوك. طب يلا يا ابني قوم قوم بقى. ماما انا تعبان. سلامتك يا ابني. تعبان من ايه؟ تعبان، مش هخرج النهارده. مش هتروح الكليه ليه يا ابني؟ مالك بعد الشر؟ تعبان كده يا ماما. وريني يا ابني. مفيش حاجة، ما انت سخن ولا حاجة. يلا يا ابني قوم
ابوك مستنيك على الفطار. هو بابا لسه ما خرجش؟ ايوه يا ابني لسه ما خرجش. اما اروح اقول له انك بعافيه يمكن يديك سبرينا ولا يشوف لك حاجه. لا يا ماما لا، انا خلاص هبقى كويس، هقوم دلوقتي واخرج اروح الكليه، بس بلاش تقولي له ان انا كنت تعبان. مين؟ انا مريكة مش كارة. اهلا مدام. اهلا مسيو كرم. ايه في حاجه؟ حاجه ايه؟ دي اول مره انت طلبت الثلاثه جورنال مره واخده والصبح بدري كده. اصل بعيد عنك يعني، في جماعه قرايبي من بعيد ماتوا، والحقيقه انا كنت عايز اشوف النعي بتاعهم في الجورنال. سوري مسيو كرم، ضيف خياتك. متشكر قوي قوي قوي، نهارك قشطه. نجيب لك الساي؟ بعتلي الفطار بس مش مع محروس، راح جايب لي جرايد قديمه مقريه قبل كده. لا خادر خادر. شك مع السلامة. صباح الخير يا نين. زينب، ها عامله ايه دلوقتي يا نين؟ الحمد لله. لا الحمد لله كتير قوي، احنا كنا فين ده؟ انت طول الليل كنت تعبانه خالص. نحمده على كل حال، شويه الشوربه اللي شربتهم والليمون اللي خدته يظهر انهم ريحوني شويه، بس مش عارفه الدوخه دي بتجيني من ايه. من التفكير، ما هو لو تنامي وترتاحي مش هتجيلك الدوخه دي تاني. قلب الام يا بنتي، مفيش ام يجيلها نوم وضناها بعيد عنها. تعرفي يا زينب، انا لو بالي مرتاح ومطمنه على كرم لعمري هشتكي ولا هقول هانت يا نينا هانت. شايل هم العمليه، فلوسها كتير قوي يا زينب، هيجيبهم منين؟ هو ده اللي مخوفني، مخوفني وقلقني. ما هو كمان حامل همك يا نين، كرم حنين وبيحبك وعمره ما هيرتاح وهو بعيد عنك وعايش لوحده ابدا. مفيش أي حاجة في الجرايد. أنا كمان قعدت أدور في الجرايد ما لقيتش أي حاجة. طيب وإيه يعني؟ اللي يسمعكوا كده يفتكر إن إحنا قتلنا القتيل ده فعلاً. قتلناه؟ طبعاً. الضربة اللي أنتوا عاملينها دي ممكن تودينا في داهية. حاجة تحير يا كرم. إحنا لازم نعرف إيه اللي حصل. أنت كمان يا شريف؟ خلاص؟ نسيت العربية والبلوة بتاعت تصليحها وبتفكر في القتيل اللي إحنا ما قتلناهوش. في دوامة يا كرم. في دوامة. طول الليل وانا صاحي مخ عمال يودي ويجيب، افكر في العربيه في ابويا ومراته وامي وجوزها والقتيل اللي ما قتلناهوش. وطي صوتك يا شريف. بس يا ابني انت اهو بلاش تبوظ اعصابك، المساله دي انا هحلها، احنا طلبتنا كلنا وهنحلها باي شكل. ايوه يا كرم، بس انا خايف يكون اي حد لقط نمره العربيه. ليه؟ لا كل شيء جايز. انت هتترعب بالاونطه؟ ايوه بس احنا ما نعرفش الناس اللي في العربيه جرالهم ايه، مش جايز يكونوا ماتوا. اهو ده اللي انا بفكر فيه طول الليل. اسمع بقى انت اهو، انا مش عايز زيط، انا هنزل دلوقتي ونتقابل الساعه 9 في الكازينو. ايه ليه؟ ايه مرعوب كده ليه؟ ما احنا لازم نروح طبعا، مساله عاديه جدا زي ما كنا بنروح كل يوم لازم نروح النهارده.
لو اختفينا اليومين دول بالذات هيتشك فينا. وبعدين على فكره انا وانا جاي على هنا عديت على الكازين وبصيت من بعيد كده لقيت زيطه ولا هيصه ولا عساكر ولا اي شيء غير عادي. معقوله حاجه غريبه؟ مش جايز ده يكون كمين البوليس عامله علشان يمسك القاتل؟ طب واحنا مالنا بني ادم؟ احنا مالنا ازاي يا كار؟ احنا يا ابني قتلنا حد؟ اعملوا معروف خلونا بعيد دلوقتي، خلونا بعيد لا يتقبض علينا ونروح في 60 داهية. لا يا محمود انا رايي برضو زي ما كرم بيقول ان احنا نروح الكازينو عادي جدا علشان ما حدش يشك فينا. اسمع يا ابني دلوقتي احنا الثلاثه مشتركين سوا في العربيه اللي خدناها من الجراج والحادثه اللي عملناها في الطريق، وساعه ما دخلنا الكازينو عشان نجيب الفلوس نصلح العربيه كل ده مشتركين فيه سوا. يا يعني نطلع من الورطه دي مع بعض يا يعني نروح في داهيه احنا الثلاثه. قمر 14 حصوه في عين اللي يبص بعين رضيه. يلا يا ست العرايس الحلوين التعميم شايل شويه عشان تلحقي تفطري قبل ما تنزلي، خطيبك زمانه جاي. حاضر يا ماما. لبست الشبكه؟ ايوه اهو كده، لازم كل ما تنزلي تلبسي الشبكه. بقولك ايه يا عز، ما قلتيش لسيد يجي ليه عشان تفطروا سوا قبل ما تخرجوا؟ يا ماما هقول له تعالى افطر معانا. وماله يا ضنايا، هو غريب ده خطيبك ودفع مهرك وبيحبك قوي وكلها شهرين اتنين وتمتحني وتبقى عرايس. ده جدع طيب وابن حلال وبيحبك يا ضنايا. ايه بيحبك قوي. مش عارف يجيب لك ايه ولا ايه ولا ايه، عمال يجيب لك ايش هدايا وايش حاجات وايش محتاجات وعايز يشيلك من على الارض شيء. الحقيقه يا ماما انا ببقى محرجه منه قوي من كتر الهدايا دي. لا اصل مش معقول برضو يعني كده ترفضي له هديته، عيب دول اصول يا ضنايا. واجب على كل واحد كده يقوم بالواجب ناحيه عروسته حتى لو كانت في بيت اهلها. ها قولي لي بقى هتروحوا فين النهارده؟ هيعلمني السواق. ايه هو بنفسه اللي هيعلمك السواق؟ يا دي الهنا يا دي الهنا، وهتعرفي تسوقي العربيه؟ يا سلام يا ماما، ودي فيها حاجه دي؟ طب ده حتى سيد بيقول لي اسبوع بالكتير وتبقي سواقه ماهره. يا سلام. طب يلا يا روح عشان تفطري، يلا يا حبيبتي وتخرجي معاه، عريسك زمانه جاي. السيد زمانه جاي. يا دي الهنا. انا قلقان قوي يا شريف، قلبي حاسس اننا هنقع في ورطه كبيره. انا كمان مش قادر اتلم على اعصابي، ما نمتش طول الليل، وسي سند ده كمان بوظ لي اعصابي اكتر بكتر الحاح على موضوع العربيه. اتصور انه جاب لي فلوس علشان تصليح العربيه. طب الحمد لله ان الاشكال هيتحل. ده جاب لي 200 جنيه ودول ما يحلوش اي اشكال. كمان موضوع القتيل اللي شفناه في المخزن امبارح ده شل تفكيري خالص، ما خليش اعرف اركز. عارف ايه اللي خلانا نسمع كلام كرمه؟ نسرق نبقى حرمية على آخر الزمن يا شريف، وموضوع القتيل اللي طلعناه في البخت ده كمان احنا ناقصين يا رب. اللي حصل بقى يا محمود، المهم ان احنا خرجنا من قبل ما حد يشوفنا. على الله بس ما حدش يكون شافنا فعلا. ما تتصورش انا قضيت ليلة امبارح ساقي طول الليل وانا حاسس ان انا في دوامة، لدرجة ان بابا وماما لاحظوا ايه؟ الارتباك اللي انا كنت فيه. انا شفت القتيل بعناية مرمي في الضلمة يا شريف. ما انا كمان شفته يا محمود. عارف ايه بس اللي حطه في المخزن؟ وحلاش عرفنا، مش عرفنا كازن ايه اللي بيحصل فيه؟ مش جايز يكون واكل المجرمين؟ فاعتقد معاك بقى يا محمود. غصب عني يا شريف، انا اول مره اتحط في موقف زي ده، لدرجه انا بفكر ان انا احكي لبابا على كل حاجه. انت مجنون؟ اعمل ايه يا شريف؟ هتجنن من كتر التفكير لوحدي. اسمع، احنا مش عاوزين نتصرف بهبل، اصل مش معقول، مش ممكن نروح في داهيه واحنا ما عملناش اي حاجه. امال احنا كنا نازلين تحت عند المخزن نعمل ايه؟ مش كنا هنسرق؟ غلطه وعرفناها. المهم دلوقتي ان احنا نمسك اعصابنا كويس، وخصوصا انت بالذات لازم تمسك اعصابك كويس. ما شفتش عزه؟ عزه
دي اللي فكرك فيها دلوقتي؟ ما تنساها بقى يا اخي، واحنا ناقصين. ما فكرش فيها. بس اصلها بقالها مده ما بتجيش الكليه. انت مالك يا محمود؟ ارجوك ارجوك سيبنا نفكر بس في المصايب دي اللي احنا فيها. يا سلام يا انعام، اول مره احس اني في اجازه. وعلى قد ما انا سعيد في الاجازه دي، على قد ما انا قلقان على شريف. انا كمان يا زهران، قلقي على شريف بيزيد يوم بعد يوم. ما كانش لازم نيجي هنا ونسيبه لوحده، خصوصا في الظروف اللي هو فيها دي. طب والعمل يا انعام؟ لازم نسافر. الو، ايوه يا زهران بيه، ازيك يا بيه؟ وازاي صحتك؟ وازاي الست هانم؟ بخير يا بيه. شريف بيه بخير، اطمن. هتيجوا امتى يا بيه؟ يومين كده كمان يا سنة، اصل عندي شغل، شغل كتير قوي يعني. ان شاء الله كده هنوصل بعد بكره. الو الو، ايوه الو، معاك يا زهران بيه. ايوه يا بيه، احنا يا بيه مش ناقصنا لانكم تيجوا وتنوروا البيت يا بيه. ايوه، اللي اتكلم يا بيه، احمد بيه سأل على حضرتك ونفع بيه اتكلم يا بيه. العربية بخير، كله بخير، اطمن يا بيه، مع ألف سلام. هنا يا اخويا، كتر خيرك. سلام. مع السلامه يا ابني، كتر خيرك. ايه يا عزه، رجعت لوحدك ليه؟ امال فين سيد؟ راح فين؟ راح الورشه وزمانه جاي. اوعي ما يجيش، لحسن انا النهارده بالذات محضره لكم الغدا. طب على الله بقى، هو ما يجيبش اكل معاه؟ لا يا بنتي، وده معقول؟ عملها قبل كده مرتين وفوتناها له، لكن يعملها تاني عيب. اصل الحقيقه واحنا جايين قال لي نجيب معانا كباب، انا ورفضت. ليه؟ قلت له عيب، ماما هتزعل. اه طبعا ازعل ماما. يوه عزه بقى يا اختي، ايه ده كله يا عزه؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه، شططت على المحلات ولا ايه؟ لا ده انتوا ايدكوا سايبه خالص. امال بعد الجواز تعملوا ايه؟ إن كان على سيد وعاوز يشتري كل حاجة في كل محل. وماله؟ وماله يا ضنايا؟ كله كويس، كله كويس، كل حاجة متخسرش، كل حاجة تنفع البيت. بس شد حيلك انت بقى وروحي بيتك. أنا بقول يعني مفيش داعي إن احنا نتسرع. إيه؟ نتسرع؟ نتسرع ده إيه؟ إذا كان الراجل جاهز من كل حاجة ومفيش وراه كده يعني أي مشاكل، إيه اللي يأخرنا بقى؟ الامتحانات يا ماما، الجامعة. وماله يا ضنايا وماله؟ هو الجواز يعني هيمنعك عن الامتحانات؟ لا، بساعتها روحي كده امتحني زي ما انت عايزة، محدش هيقولك لا أبدا. ولو ان يعني الواحدة كده ملهاش غير بيتها وجوزها. والشهادة يا ماما؟ اختي بلا شهادة. الشهادة المستقبل الحقيقي لأي بنت بقى، بعد ما كنت بحلم ان انا ادخل الجامعة اسيبها بالسهولة دي. دي الجامعة يا ماما، الجامعة. عملت ايه يا استاذ شريف؟ في ايه يا عم سنة؟ في العربية؟ يا عم سند انا جاي تعبان ونازل على طول، عندي ميعاد مهم بسبب العربيه برضو، مش عاوز اتكلم في اي حاجه. ده زهران بيتكلم في التليفون وقال انه جاي بعد بكره. حرام عليك، ما تقطعش عيشي، ده ممكن يوديني السجن. اطمن اطمن يا عم سند. اطمن بس ازاي يا بيه؟ قلت لك انا هتصرف يا عم سند. عمال تقول لي هتصرف هتصرف، ولا تتصرف ولا تعمل حاجه. اتفضل خد ال 200 جنيه يا ام وخلصت. 200 جنيه ايه يا عم سند؟ قلت لك مبلغ كبير كبير.
اسمع، اذا كنت عاوزنا نتصرف زي ما انت بتقول واخرجك من الورطه دي، شوف لي 1000 جنيه وانا اجيب لك العربيه بكره. الو، ايوه ماما، انا محتاج منك حاجه مهمه قوي. لا لا لا، انا عاوز فلوس يا ماما، عاوزها ضروري جدا. لا 100 ولا 200 ايه يا ماما، انا عاوز مبلغ اكبر من كده بكتير. ماما انا عاوز 1000 جنيه. لا طيب يا ماما، لا معلش، لا يا ماما انا مش متضايق، معلش يا ماما انا اسف اللي طلبت منك طلب زي ده، انا اسف يا ماما. بجد بقى الليلة واضح انكم مبسوطين قوي. مبسوطين قوي 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 قوي. ده حتى كفاية ان احنا نشوفك. انا كمان مبسوطة بوجودكم جدا، وخصوصا بوجود الاستاذ محمود. متشكرين قوي. طبعا يا بختك يا عمنا. هنيالك ابو حنفي. لا قولي لي يا انسة دلال، امبارح لما كنا هنا انا كنت قاعد مع هنداوي بيه بتاع قطع الغيار، وهو دفع الحساب. يعني احنا مشينا ما دفعناش، المفروض هو دفع. يعني ما حصلش حاجه في المحل هنا امبارح كده ولا كده؟ حاجه زي ايه يعني؟ يعني حد اتخانق مع حد، الناس اتخانقوا مع بعض، حاجه زي اللي بتحصل في المحلات كده يعني من الزباين. حصل؟ ايوه، بس مش من الزباين. امال من مين؟ يونس مساعد الطباخ. ماله يعني؟ امبارح عم عبده قاعد يدور عليه فص ملح وداب، تفتكروا ايه اللي حصل؟ ايه؟ نام في المخزن اللي تحت، وطبعا راحت عليه نوم. اصله يا حرام كان تعبان قوي، طبعا واقف طول النهار، فدخل المخزن يجيب شويه حاجات فتعب فرحت عليه نومه، وبعدين فضل محبوس طبعا لحد الصبح وقفلنا عليه. الحمد لله كويس انها جت لحد كده، كان ممكن نلبس التهمة احنا ونروح في 60 دقيقة. تهمة ايه يا ابني؟ اهو ده عيبك يا محمود، كل موضوع لازم تعمل له تحليل. بصراحة يا كرم محمود عنده حق، انا برضو ما كنتش موافق على المخزن والسرقة والمسائل دي. سرقة ايه يا جدع؟ هو انا كنت بعمل كل ده عشان مين يعني؟ مش عشان نخرج من الورطة ونجيب فلوس بأي شكل؟ لا طبعا يا كرم، مش بأي شكل، عمر السرقه ما كانت حل. قصدك يا محمود عايز تقول ان انا كنت بحرضكم على سرقه؟ كرم انا ما قلتش كده. لا يا كرم، محمود ما يقصدش، محمود ما كانش عاوزنا نروح في داهيه في لحظه تهور. على العموم يا جماعه،
ان كان على العربيه ان شاء الله ما اتصلحت. صحيح بابا اتصل قال انه جاي بعد بكره، لكن معلش ان شاء الله ما اتصلحت العربيه. خلاص يا استاذ محمود، خلاص يا استاذ كرم. لا 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 ما تعملش هم يا راجل، هنداوي بيه زمانه مستنينا، احنا نروح له واكيد هنلاقي مخرج. كرم ما جاش يا زينب. مش عارفه جراله ايه. الغايب حجته معايا يا نينا. مش باله مجي الليله دي. الوقت اتاخر. قومي نامي يا زينب. مش جاي لي نوم يا نينا. قومي قومي ارتاحي انت يا بنتي. اديني قاعده معاكي. نامي انت يا نينا وانا لما عاوزه انام اديني هقوم. تعبتك معايا يا زينب. تعبي بس اللي بتقولي عليه يا نينا. نينا ما تعرفيش عنوان كرم؟ عنوانه؟ لا. ولا نمر التليفون شغله؟ ما قاليش. لا عرف له شغل ولا عنوان بيت. ليه يا زين؟ في حاجة يا بنتي؟ اللي بيوكلني عليه. أنا كمان. مين يقول نبقى عايشين في بلد واحدة وما نعرفلوش لا عنوان ولا بيت، لا نقدر نبعتله ولا نقدر نطمن عليه. أنا لما هيجي يا نينا هاخد منه العنوان وهعرف منه كل حاجة، بس اطمني أنت أنا هتصرف معاه. نفسي يجي الليلة دي. إذا كان يجي ويقعد معايا واتكلم معاه. مين عارف مين عارف هيحصل ايه؟ ان شاء الله هيجي. هو ما جاش النهارده وهيجي بكره. Thank you.
مساء الخير يا نهار. اهلا يا محمود. مساء الخير يا محمود. اتاخرت ليه يا محمود؟ ده احنا كنا مستنيينك من بدري. ليه؟ اصل عبد الحميد ومامته كانوا هنا ولسه نازلين، دول قعدوا حبه كبيره قوي. باباك فضل ماسك فيهم ومسهرهم وكل شويه يقول لهم محمود زمانه جاي. كان عايزينك تحضر معاهم جلسه النهارده عشان ياخدوا رايك وتشترك معاهم في الكلام. جلسه ايه يا ماما؟ اصلنا خلاص حددنا ميعاد الفرح. عبد الحميد ووالدته عايزين يجيبوا عوالم ويعملوا هيصه. مبروك يا نوال. الله يبارك فيك يا محمود. عقبالك يا ابني. تصبحوا على خير. ايوه نوال. انا كنت عايزه اتكلم معاك شويه، ممكن؟ اتفضلي. خير يا نوال؟ انت مالك؟ أليش؟ لا يا محمود، انت اليومين دول متغير شويه واحنا كلنا قلقانين عليك. ابدا يا نوال، مش متغير ولا حاجه. امال ليه ما بتقعدش معانا ولا بتضحك معانا زي الاول؟ وبعدين في حاجات كتير ببقى عايزه اتكلم معاك فيها واخد رايك، لكن ما برضاش اشغلك. العكس يا نوال، انت عارفه انت تهمني قد ايه، واي شيء يخصك ضروري يهمني. انا عارفه يا محمود، اصل في حاجات كتير يعني بخصوص الفرح كنت شايفه ان بابا شايلها لوحده، وكنت عايزاك تشترك فيها عشان يعني بس عبد الحميد ومامته يعني ما يحسوش انهم. فاهم يا نوال، فاهم. انا فعلا كنت مشغول شويه في المذاكره، لكن ضروري طبعا اقف جنبك، واقف جنب بابا وجنبكم كلكم. ده انت اختي يا نوال. متشكره قوي يا محمود. نوال تصبح على خير. وانت من اهله، خدي ده معاك يا نوال. ليه؟ ماليش نفس. الو، مين يا فندم؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شريف بيه؟ لا لسه ما صحيش. صحي لو سمحت. ايوه خير طبعا. قول له ان انا هفوت عليه قبل ما يروح الكليه. يا اخويا كل زي الناس. امال انا بعمل ايه يا ام محمود؟ ما باكل اهو زي العادة، تاكل لقمة وتقول الحمد لله. يا ست الحمد لله على كل حال، ومع ذلك الجبنة الأخرانية اللي جبتها دي طلعت مقلب، ولا أنت إيه رأيك يا محمود؟ آه فعلا يا بابا هي حادقة شوية. ملناش دعوة، أبوك هو اللي جايبها. مع إني دقتها قبل ما أجيبها يا محمود يا ابني، ما كانتش حادقة بالشكل ده. إزاي بقى؟ الحاج جابر البقال قال لي دي جبنة براميل وزي الزبدة، قلت له طيب هات. هي فعلا براميلي بس ما فيهاش ريحه الزبده. ايوه يا اخويا، من تراخر ما يعجبكش العجب، طالع لامك. اهب دي بقى يا بابا، محمود مش طالع لماما، محمود بيحب الجبنه الثلاجه. تبقى انت بقى اللي طالعه لها يا نوال، وعشان كده انا جبتها لك حدقه مخصوص. اشمعنى يا بابا؟ عشان نفسها تتفتح يا سيدي. اصلها ما بتاكلش خالص، فرحانه يا سيدي. فعلا عروسه بقى. ما تكسفوش البيت، خلوها تعرف تاكل. خلاص يا شريف، الاشكال اتحل. صحيح يا كرم، ازاي؟ كل شيء هيرجع زي ما كان، بعد كده مش هتبقى فيه مشاكل. خد يا شريف، انا قلت لك دي مسؤوليتي وانا هتصرف، وادي الفلوس اهي. كيف
جبتهم منين دول يا كرم؟ اتصرفت، استلفتهم من جماعه اصحابي كنت بشتغل معاهم وهردهم لهم بعدين. انا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش اي حاجه. الاصحاب ما يقولوش لبعض اي حاجه. دي مسؤوليتي انا اللي ورطتك وقلت لك هحلها. وادي الفلوس اهي 500 جنيه تحت الحساب. انا فعلا مش عارف اقول لك ايه. انت انقذتني من مصيبه كبيره. انقذتني من شماته مرات ابويا فيا. ماشي ماشي يا حلاوه. مع السلامه. اهلا اهلا يا شريف بيه. مرحبا. ازيك يا استاذ زكي؟ ازيك انت؟ اتفضل اقعد. ايه تشرب شاي ولا قهوه ولا حاجه ساقعه؟ لا الف شكر يا استاذ. ملوش لزوم. ملوش لزوم ازاي يا راجل؟ ده احنا برضو ناس كرمه وانتوا خيركوا سابق. يا عم الوسطى معلش ناجل الشاي والقهوه والحاجه الساقعه دلوقتي علشان انا عاوزك في كلمتين كده. وماله؟ انا تحت امرك. اخبار العربيه ايه؟ انت تؤمر وتقشر. انت يا سيدي اللي تؤمر وتقشر. انا جاهز. طول عمرك سيد الجاهزين. اتفضل كده يبقى تيجي القهوه. وادي يا بيليا. الو مين؟ اهلا وسهلا يا ست هاني. الله يسلمك. لا الاستاذ شريف خرج. حاضر من عينيا الاثنين. اول ما يجي هقول له على طول. حاضر يا ست هاني. ان شاء الله مع الف سلام. مليكة 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 مليكة. سغبوا اكوما اكوما سغبوا. قولي لي ما حد سأل عليه؟ سألت عليك العافية يا ولا. ايه المعلمة والحلاوة دي؟ ده انت خلاص بقيتي ضليعة في قواعد نحو الصرف خاصة في الكلام البلدي الفل بتاعنا. اللي أسرته الناس مسيو كرم. قصدك من عاشر الأم. أصل احنا عندنا مثل أمريكا بيقول إيه؟ من عاشر الأم 40 يوم صار منهم. وانت بقى مش 40 يوم لا مؤاخذة، ده انت بقالك كتير. انت بقالك كام يوم؟ كتير مسيو كرم، مش كام يوم ولي كام سنة. يجي كده خوالي 40 سنة. خوالي 40 سنة؟ ياه. وكل سنة فيها 365 يوم غير السنوات الكبيسة دي. حيث كمبيوتر عشان الواحد يحسبها. متشكر متشكر قوي. I am thank you very much my fair lady. انت عارفة دي معناها ايه؟ معناها يعني متشكر قوي يا سيدتي الجميلة. اوبا. شفت الامل اللي انا فيها؟ بقيت انا اللي بترجم لك. متشكر متشكر قوي. لحظة واخدة بس يا كرم. خد بس يا كرم. ده ايه ده يا مدام؟ فلوس؟ ايوه ما انا شايف انها فلوس. حد قال لحضرتك ان دي تذاكر طرمايه؟ دي 200 جنيه وبعدين ربنا يسخر. يا سلام انت عظيمه يا مدام. انا عملت حسابي وان شاء الله كمان واخد اسبوع ممكن جبت فلوس كمان. لا متشكر قوي 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 يا مدام مريكا. الحقيقه انا اصلي خلاص اتصرفت. وانا كمان اتصرفت على سنك انت. ما هو انا الحقيقه انا جبت الفلوس اللي انا عايزها وزياده كمان. عشان ايه تستلف وانا موجوده؟ لا 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 ما سلفتش ولا حاجه. دي فلوس كانت ليا عند ناس يعني وانا جبتهم. ولو عايز اي فلوس انا تحت امرك. ميرسي مسيو كرم. بقول لك ايه؟ ما تعمليش تكليف. لا 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 انت افضلك عليا. ده انت ياما سلفتيني. خلاص؟ مش في مشاكل؟ من ناحيه المشاكل المشاكل ما بتنتهيش. بس انا هدوس عليها. والماما بتقال انت؟ ماما؟ ماما خلاص هتعمل العمليه. النهارده انا رحت المستشفى لقيت الدكتور مشغول قوي عنده عمليات كتير. فسبت له ورقه حفوت عليه بالليل اديله الفلوس واتفق معاه على الميعاد. وبعدها ان شاء الله هروح عشان ابشر امي. مبروك مبروك مسيو كرم. امتى عملت العمليه؟ عشان انا اجي معاك. بكره اعملها. بكره عشان اطمن بقى من ناحيتها. عشان انا قلقان قوي قوي عليها. وبعد كده اللي يحصل يحصل مع الدنيا. وبعديها نبتدي حياتنا الجديده. انا متشكر متشكر قوي 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 يا مدام مريكا. انت اكبر قلب انا عرفته في الدنيا. انت اكتر انسانه انا حسيت معاها بالامان. سلام عليكم.
ازيك يا عم سند؟ الله يسلمك. ها قول لي بقى يا سيدي، ناوي تغديني ايه النهارده؟ انا تحت امرك، بس قول لي ايه الاخبار؟ الاخبار تمام وفل الفل، العربيه جاهزه.